السوق والسوق والسوق الربعي قاتو كلام زين وبيت شعر مع الغالي وافين يا اصحابنا وافين والسوق الربع يجمعنا طيبين العد هناك يا الربع بارك الله بس خل بنسلم عليكم وبعدها بننتقل هناك مع الفرشات والحي يحييك يحييك سلام عليكم الله يرضى عليك أحب. يا هلا يا هلا يا هلا يا الله حي كيف الحال عيد دوسري يا مرحبا ارحب يلا حي كيف الحال شوطيت يا الربع كيف الحال طيبين ارحب يلا حي كيف الحال كيفكم طيبين يلا حيهم يلا حي يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يلا حي كيف الحال الله يبارك بايامكم كيف الحال لا مو هنا يا كيفكم طيبين يلا حيهم عند الجلسه ذيك روح الربع يلا شباب تعال هنا بس في ملاحظه يا الربع في واحد يشبه لك يا اخوي اضيع بينك وبينه وين الرجال واحد منكم يحلق الديرس عشان يفصل يا الربع الا انا اشوف والله يا مرحبا يا رجل صل على النبي والله بس تكلم طيب كيف صحتك يا عيال زود فرشات لهم انتم ابو محسن زود فرشات مينا سوق طال عمرك عساك بخير واحد بالتالي بس ابو محسن الولد الوالد على محسن تعال يا حبيب عيال فرشات عيال فرشة فرشة خل اسحبها لا لا برا 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 والله عاد تبون العلم ودنا نشب الضوء اي بالله والله تطلع جلسة زين صح شلونك؟ على الحال عساك طيب اي وحط المراك الله يلهينك عليك طال عمرك انت الله يبقيكم شلونكم يا الربع؟ طيبين كل شيء زين؟ سم تحت الهوات معك لا خلها بالطول عشان ياخذ عدد بالطول ايوه ايه جيب واحده هنا هذه جيبها كذا في ال لبيك يعطونا حطب يا الربع يعطونا حطب شمال يمين والله ما تقدم قرش هات هات بنشوف بنشوف خله بنشوف الان تروح والله حلو انتم ضيوفنا المعازي بسم الله هنا صعد بسم الله عد هنا ايه كذا 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 ولا تزعل روح الله تفهم في الكاميرات ما شاء الله هذا وانت اول يوم ما شاء الله عليك تبون الصراحه يا شباب يا رب تبون الصراحه الاجواء تساعد على انها تكون اجواء شتويه والله العظيم استريحوا يا ربع بسم الله هلا بي... يا عيال استريحوا يا عيال ويبي لها يبي لها يبي لها ذاك والله ما عاد قاعد الهجوم اجل نحترق قهوه الجمعه طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله مساكم بكل خير مرحبا والله ومرحلا وقبل ارحب بكم يا الربع ارحب بالزميل الجميل سالم ابن سعيد صديقي في هذه الفقره فنرحب كذلك مرحبا يا ابو سعيد والكلمه لك الله يحييكم جميل يا شباب ما شاء الله تبارك الرحمن الحي يحييك والميت يجيك غبل شب الضوء مع ان الجو مع ان الحطب مرمد لكن بيضاء وجهكم فيها شب الضوء اسرع 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 لبيك والله حي حي ذا العين حي ذا العين بسم الله تستاهل سالم افتح اسمح لي الشعراء طال عمرك اشحنونا ويعطونا قصيد والهونا مرهم الضو ولا كان مهم جاهلتنا يشكوه كان اي والله كان دخانها يضوي والله كان بس الهونا ما عاد خلونا نبل انتباهات انت طايح رجله ما امشوا يا ابو سعيد ما بلعب تراكم يوم جيتونا ولكم على الحطب الحطب ضاع علينا سم الطق الحطب ضاع علينا ويشو ادعي لك الحياه ابشر بالحطب عنه الله يطول بعمرك من اعطاته حيهم حي ما جابوا هم حسون لا انت بس خلنا هذه لا حنا وكل راعي محل معليش طيب طيب صلوا على النبي يا الربع في اقتراح جميل باقي باقي خذوه على جنب عشان الكاميرا شبوه ثم ردوا لنا ولا عليكم امر طيب نرحب بكم يا الربع واحد واحد انضمامكم في هالبرنامج ان شاء الله باذن الله انه يضيف لنا ولكم وللقناه وللمشاهد الكريم اللي احنا دائما نبحث على ان نرتقي دائما الى ذائقته وهي ذائقه الجميله في البدايه الشكر كل الشكر على قولتهم القائد ابو عبد الله الاستاذ ناصر الغامدي على ما تم توفيره في تهيئه هذه القريه وبدايتها بهالشكل ويمكن ابو سعيد يرافقني ويوافقني كذلك في هالكلام نشكر ابو عبد الله استاهل ابو عبد الله واستاهل
ونشكر كل ونشكر كذلك الطاقم اللي اجتهدوا البارح في افتتاحية جميلة جدا ومبهرة وملفتة للأنظار، وعلى قولتهم لا 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 اللي هي المتابعين والمشاهدين تعليقاتهم أمس كانت جدا جميلة على هالافتتاح، وأنتم كذلك ما شاء الله تبارك الله انطباعاتكم وتفاعلكم البارح حتى في بداية البث أشكركم عليه، ما شاء الله تبارك الله أعطيتوا إضافة جميلة، أيضا عودتكم اليوم كذلك أعطيتوا إضافة جميلة. لكن خلونا ما نبي الدعوة رسمية، نبي نأخذها شوي على قولتهم على بساط أحمدي، نبي مواقفكم أو أشياء تبي تطرحها بناخذكم واحد واحد، انطباعك لو دخلت القرية وعندك شيء تبي تقوله تبي تضيفه براحتك، بس أبي الجميع يشارك. طيب تمام. طيب عندك مسعيد. طيب أول شيء أنا أرحب فيكم جميعا وأكرر الترحيب مرة أخرى، متفائلين فيكم والله يا شباب تفاؤل جدا كبير، والله يوفقكم يا رب العالمين. الأمر الأول أنا مثل ما قال أبو حسون ولا بعد كلامه كلام، أنا هو الشكر لقائدنا ومدير البرنامج أبو عبد الله، صلى الله عز وجل يوفقه. إضافة أنا حاب أشكر سعود العتيبي للأمان على الشغل الكبير اللي قام فيه. سهل. يعني أنت لما تنظر إلى جودة الديكورات والديكوريشن وكذلك للوقت، ترى كان الوقت جداً جداً ضيق، لو ترجع قبل 3 أسابيع كل اللي تشوفونه اليوم ترى ما هو موجود، فجاء سعود بيض الله وجهه والشباب جميعاً اشتغلوا وتعبوا طلعنا بهذه التحفة الفنية خلال هذا الوقت القصير. أنا بقول لكم يا شباب، ودعونا أول فقرة وتونا يعني في بداية الانطلاق، أسأل الله عز وجل أن يجعلها بداية خير، بداية توفيق. يا حي قيوم، تراكم أنتم الآن في فرصة جدا عظيمة ربما تنقلك نقلة نوعية في حياتك. أنا لما أقول لك فرصة فكر فيها، ترى ليس تكلم عابرة، ترى اليوم أنت يعني جيت بعد تصفية آلاف الأشخاص، جاك فرصة، جاك كاميرا، حافظ عليها. أنا لما أقول لك تم تصفية آلاف المتسابقين إلى برنامج ترى يعتبر البرنامج الأضخم والأقوى، ليش؟ يعني والأسباب، عندك الديكورات، عندك قبل ذلك الإدارة، عندك يعني أمور ما حصلت من سنوات، إنه يكون هناك طاقم عمل يعني متكاتف ورش عمل أسبوعية على مدار الأسبوع، كله عشان نطلع في نهاية الأمر شيء يليق بكم. فأنا بقول لكم يا الربع استغلوا كل ثانية. نعم. ترى في ناس بالبرنامج الماضي طلعوا ونجموا صار لهم دخل جدا عالي، تلقاهم طلعوا في إعلانات، وفي ناس طلعوا ما ندري وين راحوا، ولكن هي بداية انطلاقة وفالهم التوفيق. أنا بقول لكم نصيحة، اللي راعي رقاد يمسك نفسه ويصبر ويدوس، واللي راعي شغلة يعني خلنا نقول أيا يكن شغلته خل شغلتك على الشاشة، عندك ريلتي على الشاشة تحت البث ترك بتلحق. الآن لو نرجع للمتسابقين ترى يتمنى أنهم يكونوا مكانكم اليوم، هي فرصة، تذكر الكلام، يبغاكم تذكرون هذا الكلام، ترى هي فرصة لن تعود، من غير شر عليكم 3 شهور ثم بعد ذلك كل في مسار دربه، وفالكم التوفيق. مثل ما قال أخوي أبو حسون ولا بطيل الكلام، كل شخص عنده انطباعه، دخلت اليوم الأول شفت تنفيس المقدمين، شفت بعض الإداري منضغط. أنا والله حاب أشكركم صدق الأمانة على الصبر اللي واجهتموه مني يا سالم، كنا منضغطين والله في الحفل وبداية الحفل والديكورات، فالله يرضى عنكم. في واحد والله إني ما أدري منه ما أتذكر أمس جاء كلمني ما أدري شو قلت له ومشيت. أنت لا ما بنت غيرك هنا هنا بعد، والله ما أدري الشاهد أنه أمس كنا منضغطين للأمانة عشان نطلع بتحفة فنية، والله لك الحمد طلعنا بشيء جدا جبار، كانت الفكرة يعني كما رسمناها اللهم لك الحمد. الحمد لله وشكرا لتعاونكم، وأنا أعرف شعورنا الشخص لما يجي يجرب المفتاح، هل هذا المفتاح سيدخل لي القرية؟ والله شعور جدا عظيم. من اللي يفز يا سيدعي؟ أنا أنت؟ يا قسم بالله العظيم يا أخي، الحياة مع الله جدا عظيمة يا أخي، أنت لما تفكر لقطة شاشة ترى مفروض أنت معنا من غير يعني شر، فالآن أنت معنا بسبب دعوة، والله دعوة يعني الله عز وجل يقول لي أحلامك كن فتكون، فدعوة في حياتك تغير مسارها، فما شاء الله تبارك الرحمن. لا تنسى تدعينا معك بإذن الله، الله يوفقنا وياكم. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. طبعا كلام بسعيد جميل جدا، في وصايا لكم وأنا كذلك يعني أثني على الكلام هذا، هي فرصة الله أعطاك إياها، كن كالأسد حينما يقتنص الغزال، إن تأخر قليلا فاته وإن بكر فاته، فاقتنص الفرصة بالملي. الآن هي جتك بالملي، والله أني أقوله وأنا صادق يا شباب، جتك الآن بالملي، ترى غيرك دفع 40 50 60 مبلغ وقدره عشان يقعد في ذا المكان، الآن جتك من طبق عدها. نعم استغلها يا سلام. والميدان
حميد، وتراك انت الان تعكس تربيتك وتربيه اهلك ومجتمعك وقبيلتك ووطنك، لان ترى شاهدنا بعد خارج المملكه والخليج بشكل عام، فهذه ترى كلها حطها في عين الاعتبار، حطها في تركيزك، ان كل شيء تقدمه ترى متابع. بسم الله عليك الرحمن. هذا الرياكشن معه جميل. واذا ارتعت خل عدنت. سلام ورحمة الله. اقلط يا مرحبا. في الشاهد يا شباب، هذه فرصة استغلها، وترى الحياة فرص، الحياة فرص. ولن يعني في واحد من المتسابقين في النسخ الماضية سولف فنوية قال والله العظيم في أشياء تحسفت إني أنا ما قدمتها في القناة. ليش؟ والله ذبحني مثلا النوم، أو جتني الضيقة، أو بعد شوي عن الأهل. أنت جاي المكان وانت داري أنك ثلاثة شهور بتقعد بدون جوال، بدون أهلك، بدون 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 أشياء أنت تعرفها. تمام؟ فأكيد أنك جاي وعندك الأشياء هذه. طيب إذا ما أنت جاهز أسلم. أسلم أسلم. إذا ما أنت جاهز اعتذر، في غيرك ترى بديل بيجي. كل قد المهمة اللي أنت جيت عشانها. وترى الرجال لا من داحم المتن المتن، فلا بد أن يثبت فعله. الله الله. طيب يا ابو حسن، انا انا مكان متسابق. يا سلام. ايه هذا طيب تطيبه الله طابها لك وجيتكم دائما مباركه علينا، مداراتكم طيبه. الله يطول عمرك. نبي نطلع. انا بقول يا ابو حسون انك تقول ادحن بالجبل 200. يا اخي وش اسوي يا اخي؟ علمني وش اسوي عشان ادحن بالجبل 200 ويكون لي جماهيريه ويكون لي يعني على ما قيل يعني شغل. انت بالجواب عندك؟ اي نبغى الجواب من عندك، لان في هنا يعني الان انا متسابق. يا اخي تقول لي ادحن بالجنب المتين وادعس ما ادري. طيب وش اسوي؟ علمني. انا ابغى اصير رجم. وش اسوي؟ اقدم كل ما املك. انا منشد اقدم، انا شاعر اقدم، انا راعي ريالتي اقدم، انا راعي مثلا مواقف وقصص وروايات. يعني ترى في واحد من الشباب في النسخه الماضيه كان راعي روايات لكنه كان حضوره ضعيف. يوم طلع برا القناه يا ولد جلسنا معه جلسه زي كذا وقالنا قصه خارج القناه. يا ولد انت وينك؟ ليه الكلام ذا؟ ما طلعته في القناه؟ والله لو طلعت في القناة تضرب. وضحت الفكرة؟ طلع طاقتك. لكن شف، لا تقتنص شيء أو تتقمص شيء وهبلك. إيه. ترى ما يليق. يطلع شكلك بايخ. واحد مو شاعر بيحط نفسه شاعر، غلط. واحد مو منشد يحط نفسه منشد. أنت وياه. جميل جميل. أنت شف، لا من كثرتها والله العظيم. ما عاد مكمل. حلو. مسابقه 20 صوت هو بياخذ الاول. يستاهل. انا على كلام الرجال ان شاء الله انه مو طالع انه اشين ولا هو بزيه بيجي في النص. لا هو باللي كذا ولا هو باللي كذا. معلي ولا معلي. طيب انت الان انت يعني نبي نسمع منكم الحين ويصير الحديث بيننا وبينكم. بيض وجهكم اللي شبيت الضوء. لا انتم والله. يقول اللي شب الضوء شب وجهك. لا والله لا تشب وجهك. حط هنا عيال بدي له انتم حطوا هنا شوي. لا لا عيال رجعوا شوي ورا شوي ورا بس كذا. ها كويس. يا سلام. كل شيء ولا وجهي يا باضة تكفى. اللهم امين. جزاك الله خير. سم عندي بيتين. اسلم اسلم. يقول خلك اللي في المواقف يحسبون حسابه. يا سلام. لا تصير المحتدي الماكر المتملس. ادحم الجنب طحاطيح الرجال تهابر. سلام. المواقف تعز راسك والكلام يخلص. يا سلام. والرجال على ما قال ما هو جاي هنا الا يداحم مداحم بن شريفه يثبت وجوده، ولا ان كان فلا جاي يجلس فيجلس عند احنا. يا سلام. كن داحمت بين الرجال بالعلم الطيب. نعم. والمنافسه شيء زين. وهذا المهم. يا سلام. ان التنافس يكون التنافس بين جميل وشريف شيء والرجال التنافس رجول ما عندها منافسه الا على النار. يا سلام. ترى دخل قلبك الرجال حسد. ايه والله غبطت. طيب شو كنت شو كنت اشتري صار؟ كنت اشتري هنا على الجهة الاخرى. يقول الشاعر ندحم القوم بالجبل المتين نضرب في مقدمة الراس وعليه الراس ولا بنح. لا ندحم القوم بالجبل المتين نضرب في مقدمة الزور والعالم ترى. عيدها. ندحم القوم بالجبل المتين. يا سلام. نضرب في مقدمة الزور والعالم ترى من تقدم من حدا انا ترى انا فايزين كلنا في الاسم والفعل والراي يخشر. يا سلام. يا سلام. هذا يقول هالشيء. وجهك. انا عندي مبادره بسيطه. انتم دايم جيتكم بركه ومبادراتكم وكلامكم الطيب يحفزنا. وانا والله ما عندي مهدي لكن انتم طيبين وبهديكم طيب.
الله يطيب يا سالم ويا رعد وانتم تستاهلون الطيب. الله يرضى عليك يرفع قدرك. امين والله. هذه هديه رمزيه فقط. الله يرضى عليك مقبوله. هذه ولا رعد؟ لا كلها لنا. بينكم كلها لنا اربع. بيض الله وجهك بنحطها مجلسنا. بيض الله وجهك القاطع. وجهك وجهك الموضوع. الله يبيض وجهك. والله نودي اهديكم باكثر لكن اعوذكم بالمقبل ان شاء الله. ما يهدي ما يهدي الطيب الا طيب. هذا لانكم طيبين من طيب روسكم اهديكم الطيب. موضوع خليه يكمل. ايه يا سلام ويعاين نفسه ولا يقيس نفسه بمقاس مو بمقاسه. يا سلام والله صحيح والله اتفق معك انا. ولا يقيس نفسه بمقاس مو بمقاسه وتعب على نفسك وجدد ودع الله التوفيق. اما لما شفت ربيتك تربيتك تشهل ها ترجع بخاطرك ترى ما بنيته ترى بيندم وتذكر كلامي. اول شيء كلامك كلامك جميل لكن القهر ان المايك طاف. عده عده اي والله الحين شغال ولا طاف؟ لا طافي طاف. بطارية رح لعدله تعال. طبعا تعقيبا تعقيبا على كلامه يقول يقول الشاعر بالفصحى لله در الحسد ما بدا بصاحبه فأهلكه. شفت ترى اللي بيحسد ربه هو بنفسه بيهلكه. اثنين لا تجيها تقربها لا تحسد ولا تقارن عمرك بحد. قارن عمرك بنفسك. قارن عمرك بكرة باليوم وقارن عمرك بعد بكرة ببكرة وكل يوم لابد انك تزيد مقارنه حتى تزداد انك. لكن اذا قارنت عمرك بشخص تعلقت به صار اذا ابدع ابدعت انت واذا طفى طفيت انت. يا رب صل عندك اسلم لولت من لولات الله يجملنا وياكم عند اخر المسابقه كم منافسه شيء. يا سلام ولا احد يطول العمر افضل من حد وكل واحد ما راح وخلى مهله ولا خلى ديرته ولا عشان يقعد هنا لا يثبت وجوده ويثبت بالشيء اللي عنده. اما الحاجه الثانيه فيوم تقول الصوت وما الصوت رياليتي وضحك وسوالف ويمكن اطلع انا الحين اغلب المتسابقين عندنا هنا ما يعرف في الخيل وانا وعدتهم قلت ان جات فرسي يغلب الناس اللي ما يعرفون في الخيل ان اخليهم خياله ويطلعون من ذي القريه بموهبه فشكم ما هم يظهرون موهبه وانا لا ابى اطلع من شد ولا يا سلام يا سلام الله يوفقنا وياكم وابشرك يا ابو ان الله عطانا اخوانا ما جابتهم ماتن والله الرجاجيل المطالي كل ما يقول الزود عندي كلامكم يا الربع على طاري مداح. سلام مرحبا بك تفضل. مرحبا بك عد عد مرحبا بك ان بغيت هنا ولا ان بغيت هنا مرحبا بك ولا زيد على كلام المطالي يقعد على طاري مداح عبد الله الجعيداني الله يمسيه بالخير يقول له صرت بنت مع الرياجيل مقدام راي لا تزمر لي شفت الرياجيل زمارة. يا سلام الله الله ولا زيد على اخوياي في الكلام يا طول العمر. احنا دخلنا هنا ينافس وان شاء الله ان المنافسه تكون شريفه وقبلها اولا نضع الله بين عيوننا يا سلام. لان احنا مراقبين امام الله ومسؤولين عن تصرفاتنا يا سلام. فيها من جميع الفئات العمريه تابعنا فممكن يحبونك انت الادمي ويكتدونك في اشياء تسويها إن كانت حسنة وبيمكن أكيد أكيد هذا هو إن كانت حسنة فوالله إن الله إن شاء الله بيرزقكم أضعاف حسناتك وإن كانت سيئة ترى هي سيئات تجري لك ففي الواحد يراعي من ناحية المجال هذا واسأل الله العظيم رب العرش الكريم مثل ما جمعنا في هذا المكان إن الله يجمعنا في جناته واسأل الله العظيم إن الله يطلعنا بالصورة اللي تليقبنا وإن الصورة اللي تجملنا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام قبائلنا وسلامتكم. أنا الله يبيض وجهك ويجمل حالك أنا متفائل جدا بكم الوجيه والله انا اتبشر بخير الله اقول والله انا صادق لكن زي ما قال الرجال لابد انكم تطلعون مثل ما قال كذلك اليامي لازم تطلعون انكم كلكم على قلب رجل واحد. حب الاخيك ما تحب النفس والله ما تنجح النسخه الا بنجاحكم كلكم هذا. انا خلي بس اكمل تمام ونجاحك ترى من نجاح خويك اللي معك نجاحك من نجاح المجموعه من نجاح النسخه ترى حتى احنا كذلك وباسم ابو سعيد كذلك ترى نجاحكم نجاح لنا والله العظيم احنا نفرح. شوف الشباب اللي طلعوا من البرنامج الماضي لا شفنا واحد منهم ابدع ولا نجح والله احنا نستانس لان نجاحنا في النهايه ونجاح الجميع حلو. ولكن في بعض الاشياء ودي اقولها في بعض الامور ارفع نفسك عنها واذا شفت الشيء يتكاثر عليه العرب ارفع نفسك. اذا كثر الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتأبى الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغنا فيه. واضح؟ ارفع نفسك عن الأشياء اللي ما مهم يشيمتك ولا من نعم والشيء اللي تدمحه ادمحه واطمره طمرة حصان. وضحت الفكرة؟ وانتم عارفين وش اقصد انا عندك ابو سعيد بس قبل ابو سعيد الرجال كان يبي يلا كمل. حزمت الشتاء الواقع عتادي وسبت خطاي سلام
قناة مع نجم السماء فوق مرتفعة. إيه هذه القناة الرائعة عجل في ممشاي. إيه ومن عادتي ما عود الرجل للرجعة. يا سلام. إذا قمت شلت الحمل كله على علباي ولا طحت ما طاحت من عيوني. يا سلام يا سلام يا سلام. عندك يا مسعود. شباب. طيب. إيه المايك ما كان شغال. أسلم المايك ما كان شغال عندك. راد يبي له شيء بحياته بمشاه كله. اول شيء في طلبه منصب ربي جل شانه سبحانه يستحين يرد عبده اذا طلبه سبحانه. هذه الاولى ويخلي الرجال قلبه من الحسد مره. ترى الرجال اللي حسد والله ما يبنيه انه يهدم. يا سلام. اطلب ربك ولا تعاين لي عند غيرك وابشر بالعلوم كلها. والله انت تنجح. الله يجرب يوفقكم. اي والله انا يا الربع حلو يعني من خبره برامج واقع بسيطه ما مر علي برنامج يجي بينهم طرايب ويجي بينهم حوسه. شيء طبيعي. شيء طبيعي في النهايه فهمتوا. بس انا بقول وقاعده انتم بتكون حبايب ليه يجونكم بعض العرب الله يمسيهم بالخير او يصبحهم بالخير يسببون لكم مشاكل قرقر زياده. يا سلام عليك. بدا الحرب اعلنت الحرب. بقول لكم طبيعي جدا طبيعي جدا انه يكون بينكم مشاكل ولكن اللي مو هو طبيعي انكم ما تتصافون. اللي مو طبيعي انك تشيل على خويك هذا الموت. مو طبيعي انك شباب دقيقه شباب خليني اكمل. انا بقول لكم لا ندعي مثاليه والله تضربوا الموضوع طبيعي حتى الاهل في البيت بينهم طلايب. بس الفكره وش هي؟ لازم تطالب انت خويك تصافوا حاول اطرحه في قلبك فهمت بصوره طيبه فهمتوا. والله انكم ما شاء الله تبارك الرحمن مليانين معلومات. خلينا نشوفكم واضح عندهم طاقه يبون يتكلمون نشوف المنتصر. طيب طيب طراها يوم والله يوم قاطية انك انت متحمس ما شاء الله عليك. والله انت قول اسلم حلفت حلف حلف يا رجل احنك مليون متفائلين والحمد لله اللي نبغاه نوصل له. الطموح ما يجيك انت اللي تروح له تسعى له. سمعت وامه من ناحيه اللي انت تقولهم انا لي بيته من عرض قصيده اقول بعض الهروج يسدها عنك الصمت الهجه العوجه تراها في شيله. هذه في ابوي الكلمه يا تاج راسي فيك انا قلت حزمت للاك ما جالي فعول جميله هيجعني قدام لا تموت قدمت ولا ذوق حرك كل يوم وليله. يعني الهروج ان شاء الله انه ما يدخل ولا تستمع فينا هروج الوشاويش جربان الانفس معديه من قربها اللي على نقله نماي مخاريش الله يقطع من اصحابنا اصحابها واجد القصيد امه في القناه القصيده اللي في القناه على طراها ابو ظافر الله يسلمه اقول القناه اللي يعرفونها معظم الاوطان هذا الواقع اللي يوم جيت يمثلني حياتي مع الناقة وعايش مع البدوان وناري شبوب وحامس فوقها بني وانا الشاعر المبدع وانا الشاعر البطران حضرت صغر سني ترى ما يعذربني اليوم من بدعت البيت حطيت له عمدان وبيت بلا عمدان ما هو يشرف. يا سلام يا سلام صاحب دنك. انا اقول هذا علمي سلامت بيض الله وجهك وجهك. انا قلت ترى الطلايب طبيعية لكن الربع صفوا قلوبكم. وانا انا بقول انه ترى اذا حصل مشكلة والله يبعد عنكم أهل الحسد. الله عز وجل يقول في كتابه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إلا بأهله. ترى الراعي الحسد ترى سبب الفقر وسبب الضيق. وابن القيم إذا ما ابن القيم يقول لكل شخص مسلم ترى فيه قلبه حسد. ولكن في من يبطنه في من يظهره. فأنت إذا شفت شيء. فالمؤمن. فالمؤمن. فالمؤمن من يبديه. لا فالمؤمن ما يخفيه. إيه من يخفيه ولا. والمؤمن المؤمن يغبط ولا يحسد. هم كافر لا كفرت. لا نكمل الحديث. حديث الكلام ابن القيم ان ترى المؤمن يظهر هذا الحسد ولكن ترى الشخص اللي خلق الله السلامه اللي ما هو مؤمن ترى يظهر هذا الحسد. الله يقلع والله انه اخذ لو بمثال فهمت والله يبعدنا عنكم الحسد. لا انا احب الحساد. تحب الحساد؟ ايه هاجل انت واحد منهم. لا ماني منهم. تدري ليش؟ تدري ليش يا سالم؟ انا احبهم مثل محبه الشاعر اللي يقول شكرا للحسادي على كل ما صارهم والله لي للنجاح ادعموني. يا سلام. اذا جيت بنهد واطيح منهار ذكرت فرحتهم وجنت جنوني الله عساهم من طويلين الاعمار ابي تطول اعمارهم ويحسدوني. لكن ليس 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 من من الهدي النبوي لكن ليس من الهدي النبوي انك تحب الحساد. بعدهم اي خاطر مجازا انا اعرف انه مجازا لكن من باب التوضيح لا 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 الله الله لا يقرب ارضهم عندك. الله الله عندك مسعيد ترى المايك. طيب شو صلى على النبي كم باقي له؟ طيب خلينا بس ناخذ منكم كذا مشاركات اللي في خاطره اللي في خاطره شيء في البرنامج اسئله تساؤلات هذه وجه سلنا معكم الله يوفقنا ان شاء الله وياكم يا رب نكون خفيفين لطيفين على صدوركم. واكيد في بالك الف تساؤل وفي خاطرك سؤال وش بسوي وكيف وش الطريقه. الآن في هذه الفقرة أنا أخوي أبو عبد المحسن نقول اللي عنده سؤال اللي في خاطره يبغى جواب أبد إحنا موجودين
معكم نص ساعه. تفضل الشيخ. قول يا هاي سماعات فيها سواليف. جات المهمه وانت قد المهمه. الله هل اطلع بهاروس الاعلى والمشاريف ولا توردها على غيره جمه ولا تحسب للتعب والتكاليف ما ينقصب من الشعر والهرج تمه. تلقى سلام. الله يعطينا القبول عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه وعند اخويانا. يا سلام. للواحد اللي اعطاه ربي القبول انقبل في كل امر يصير فيه. الله هل والقبول والله ما حد بياخذه بديه. يجيك وهبه من الله سبحانه وتعالى. بيبصنع. لا والله ما بيبصنع. هي وهبه عز وجل يهبها لمن يشاء. انا جالس اسولف مع واحد من الربع شخص كلنا نحبه ومسي عليه بالخير ابراهيم محمد العسيري. ابراهيم هذا طال عمركم شخص احسب والله حسيب انه من اهل الصلاح وانا رجل قبلته. وكل من في القناه كل من سالت عنه قال يا اخي ذا نحبه. جلست وياه قلت يا ابراهيم وش سبب حب الناس لك؟ يا اخي كلنا نذنب وكلنا ذاك الشخص اللي يخطي والله يتوب علينا ولكن ارى الناس يعني يحبونك وارى الناس في عيونهم اعجاب وش السبب؟ قال يا ابو سعيد دعوه واحده ادعيها في كل ليله والله رزقني حبه. احب من يحبه. حب من يحبه ان شاء الله والله حسيبه. فكان يدعي يقول يا رب رزقني حبك وانشر حبي في السماء والارض. ادعو وبتشوفون اثرها. انا ما بقول لنا بتشوف اثرها انت اللي تدعي بهذا الدعاء. اللهم ارزقني حبك وانشر حبي في السماء وفي الارض. اذا الله عز وجل رزقك حبه زالت امورك خلاص. يا سلام. حب العمل الصالح الذي يقربني اليك. نعم. يا سلام. هذا النهج النبوي. انا الان بسالكم سؤال في خاطري. بس قبل سؤالك لي تعليق يا كلام ابو سعيد يوم تقول انت طلائي وما طلائي. الاخو مع اخوه في بيته قد يكون بينهم طلائي. الرجال مع ابن عمه قد يكون طلائي. الرجال مع جاره مع لكن الرجال هو اللي يدمح زي ما قلت قبل شو يطمر ضمره ايش؟ حصان. المواقف بتجي والمشاحنات بتجي وشيء طبيعي ولهذا في موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة اسمع الموقف هذا وقال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة مع ذاك الباب هم جالسين ولا يعلمون من الذي سيدخل فدخل واحد من الصحابة اليوم الثاني جلس النبي مع الصحابة قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة له نفس الرجال المرة إيش الثانية المرة الثالثة حلو قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة في اليوم الثالث ويدخل نفس الرجال واحد من الصحابة حط في رأسه أنه بيشوف ذا الرجال كيف ربي دخله مع ذا الباب وخلى النبي يقول سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة أفراح وقال ميده أنا بيني وبين أهلي مشكلة وبرقد عندك تعزب الله الله حق الضيف كم ثلاثة أيام بلياليه ولا لا فراح وتعزب عنده ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام جلس عنده قال يا ولد العلم والله لا بيني وبين أهلي شيء والعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ميده يا رجل سيدخل عليكم من أهل الجنة الأولى والثانية والثالثة وش السر اللي بينك وبين ربي مع أني ما شفتك كثير صيام ولا كثير قيام وش السر قال أني ما أضع رأسي على وسادتي على مخدتي إلا صفيت نفسي من كل البشر حللت بها وهذا يعني تعليقا على كلام لا ترقد في أنت في القرية لا ترقد إلا أنت متصافي مع خويك تحت البث وينتهي لا 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 الموضوع أسلم يا سلام هذا مثله في الدرب هذا اتمنى اني اكون مثله لكن ما احسده أغبط. الحسد اغبطه الحسد انك انت تتمنى زوال النعمه منه وتجيك انت الغبطه انك تتمنى النعمه اللي معه يكون معك مثلها وانت وياه سوا يا سلام هذه غبطه فالمؤمن يغبط ولا يحسد يا سلام يا رب انا في خاطري ابيات من اليوم بعدها اتردها أول شيء إحنا دخلنا برنامج والبرنامج مشوار طويل ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة يا سلام وهذه أول خطوة هو اليوم بديناه يا سلام أما الأبيات يقول أنا الفريد اللي ما يشبه لي أحد وأنا الوحيد اللي على من تهتبي وأنا الوفي من المهد لين الأحد والخوة لا صدقني وش نبي ومن الأحد ربعي تفاخر لا لحد يكفي فخر لا قلت انا خال النبي ولاني بقايل ما حد يشبه ما حد انا الفتى وانا الولد وانا الصبي انا لها لا ناس سكين ما حد وفي يدي مفتاح وش عادك تبي سلام وسامي بيض الله وجهك انا شارك في واحد منكم معه دفتر وانظر الدفتر يطلع ولا طلعه قال يا ابو سعيد مين قصيد ومين نشيد دخلني وبشرب ساعتي قلت ان شاء الله انت من مقبولين ولا حصل يا الربع عين تريد دفتر هذا هو شوف هلا الدفاتر عطنا من دفتر كم بارك
الدكتور ولا اعطيك من اللي تبي على شفتك الطارف منك سديد عطنا نشيد ايه والله ضعف نشفه هذا الدكتور ايه هو نشفه عنده علوم هذا السبب والله التصليم موجود لا حبابا قال حيا من جنوب وانت جرب له وعم الجزيرة من شمال المملكة للسارة شاقني جواه وطرق الهبوب يوم واجهنا بالأفحات عابرة كأنه يقول ارحبوا يا الغلا ما خليتني في البيت الأول انتوا جيتونا على آخر الليل ماني بعرض يا أخوي ترى ما بآخر الليل دبيه أقول ترى ما بآخر الليل 24 ساعة أنتم موجودين بس 24 ساعة شروبنا والله كفو كفو أبو سعيد بعد إذنك عندي على الصوت بعد مشدين فيك يا مشدين اللي حولك اللي حولك يلا شلون عندك الشراني ما مشد عندك عطر طيب عطر من الشراني يا سلام بنعود عليك الله الله بنعود عليك صوت عيل عطنا سلام ما يفيد الكلام ماسكن ماسكن ما جبري الغرام الحب جانه والجدران يا ماسكن ماسكن ما جبري بالهرام سلامتكم سلام يا سلام صوتك صح صح تركي تركي عطر يا تركي خلنا نخلص الجهة ذيك ونجيك أنا أطالب لحظة لحظة يا الربع أنا أطالب أبو سعيد تسمح لي أنا أطالب من أمام الشاشات الفقر اللي بدخل فيها الرجال لا يجي معي لا يجي أرتب الكلام أشوف وجهك أضحك أسلم أول شيء من ناحية الإنشاد حنا يا طوال العمار مجهزين أنا ومجموعة من الشعراء اللي موجودين معنا في النسخة من ناحية الأعمال الإنشادية يا سلام لا حول ولا قوة إلا بالله عطوه ميوت يا شباب طفوا طفوا أنا قايل لكم والله أنا قايل لكم مجهزين طال عمرك شيلة من عندك شعراء كاتبينها طبعا أكثر من شاعر كاتب القصيدة هذه يا سلام والمنشدين ثلاثة منشدين موجودين يا سلام صفقة والله صفقة يا شباب الله يطول عمرك ليش؟ الله يرضى عليك اول فيما يبدري اول نسخه تكون قصيدتهم ومنشدين جاهزين عشان يشيلوا العمل نعم. يا سلام هاي صفقه تحسب لكم تحسب لكم بيض الله وجيهكم قبل تقولها ترى انا واخوي سالم ابو سعيد ترى والله احنا معكم قلبا وقالبا وداعمينكم بكل ما نملك والله جد فوقفتنا معكم ترى ما فيها لا شكر ولا هي وقفه واجب وحنا ندعمكم نبيكم والله تنجحون لان نجاحكم في الله يرفع قدركم الله يرفع قدركم طبعا الفكره كانت من اقتراحي انا وابو غازي نعم. الله يطول عمره ففكرنا في الفكره هذه جهزنا يا طول العمر عده ابيات قصيده من ثلاثه شعراء يا سلام من نسخه وكلهم مبدعين الله يطول عمرهم ويصح لسانهم وجاهزين ولا يجيبون العمل الجزله يا سلام فهذه من المبادرات اللي احنا نبغى نسويها في القناه حبينا نصرح بها حاليا يا سلام. يا سلام ومن ناحيه الانشاد يقول الزمان لا شانئ والوقت كايد والله ان حمان خلي العوايد عزتي للي خلي خوي والرخو هاو اكتبوا في الجرايد لا بدا فالناس ناقص وزايد عزتي للي يخلي خوي الله يطول عمرك والزمان لا شانئ والوقت كايد والله ان حمان خلي العوايد عزتي للي خلي
خوايا ورخوها واكتبوا في الجرايد لابد عفى الناس ناقص وزايد عزتي للي خالي خوايا وسلامتكم يا الربع الله يطول عماركم يا الربع عروسكم على راسي باقي ما بقى من عندنا احنا واقفين عبد الله عندك ولا عندك انت خلاص رجباني خلونا رجباني باقي الربع ما خلص انا عندي باقي ابيات ودي اسمعكم اياها اذا تسمحون فيه مجال اسلم يقول يا هذه قصيده للشاعر المبدع علي بن حمري نبيها بصوت ما هي بصوت لا قصيده ابياته في خاطري ودي اعدها يا ربعي اللي في نباهم تعجيب تسمعوا لي يا شقاي ومتاعي انا مقدر في عيون الاجانب ومن المحبه تحفظ اسمي رباعي وفي عيونكم لاني بودي ولا اجيب واني اسمي بضيق الصدور والوساعي يلا يا عالم السر والغيب يا رب لا تكتب علي ضياعي وسلامتكم يا اخي انت تهيض تهيض وفيها يقول الشاعر يقول ماني بمنياتي ولا يدرابه حر يبشر بالعشاء مخلابه درب الوفا طبعي ومثل ربعي ولا خير في من لا يعز اقرابه ودي اطول لك ما ودي احرق على الرجال اسلم الله يطول عمرك ويا صاحبي ايش اللي جرى واللي حصل واللي طرى يا اغلى الاوادم وش بلاك يا اغلى الاوادم وش بلاك عقب المحبه والغلا هجرتني ضد الملا وانا الذي هم رضاك وانا الذي هم رضاك ومن غير ذنب ولا خطا ولا جفا ولا بطاق فيت والخافق معاك اقفيت والخافق معاك سلامتكم سلام الله الله يصل عاد باقي عند احد لا انا بفوت فوت ما كل جد عطر وين وين لا هو يلا صل على النبي نبي الرجال اللي ما قد شارك اسلم اولا الله يحييكم يا مرحبا والله ومسهلا ثاني احب اشكر ابو عبد الله استاهل الاستاذ ناصر الغامدي والله يبيض وجهه ويجمل حاله الشكر موصول لكم ايضا على ما قدمتوه لنا ونسال الله سبحانه ان يجعلنا عند حسن ظنكم الله يعزك اللهم امين الامر الثاني في ابيات انا احب اكررها بين فتره وفتره واتوقع ان هذا وقتها الان يقول اتعب ورا حلم عقد تلمل فيه لو ما بقى من عمرك الا شرايد وليشغلوك اللي لهم عده توجيه فاضحك لهم ضحكة وسيع البنايد ولا تقنع العالم بشيء تسويه قد قيل من مبطي رضا الناس كايد الناقصين يكبرون المشاريه والواثقين يكبرون الوسائد سلامتكم الله يطول الله يطول أسلم وحدة الحربية ومنكوس نبيها بصوت أنت تبون المنكوس ولا الحربية عطنا المنكوس أبشر بسعدك وش يقول يا فهد ذكرني بها القصيدة ذكرني بها أنت ولا ذكرني بها أنت ذكرني بها طير على لا ما يبدي ما يبدي يجرب بتيك كانتهم يقول الله يعينك يا فهد سهر الليل اها سهر الليل يا رجل ما يبدي يجرب بتيك ما اخبرك اللي تحسب لنا الوقت الاول هيد ما اخبرك اللي تبي الوقت الاول اللي في عود هيا علمني بها هلا علي هلا مالك يا اخوي انا في مخبلك لا تخرب علي يا ابن الحلال ذكرني بها انا بغني ما اخبرك اللي تبي الوقت الاول لك يعود اي ما يعود اكون محيي العظام البايده سبحانه قولوا لا إله إلا الله ما أخبرك يا ليت بالوقت علو ولك يا والله العظيم هزانا مدرج ليه لا هي ما تجي إلا وأنا جالس ثاني طالبك نعم نعم بعيدة بعيدة يلا أسلم أسلم مخبارك يا ليت بالزمان يا اخوي انت عشرت بلا قصيده دي يا ولد خل اسمع 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 عطوا الحربيه عطوا الحربيه بعطيك ايوه ابشر بالحربيه عطوا الحربيه نلطم الضد والمجد مشوره سلمنا من قديم وسلمها لنا كان غطت رضا الله
كرم الله الحانة كان يصدر سلاماتكم وحجك كل اثنتين اسلم يا اسمع ليش انا بشكر اول شيء من دعمني ودخلني هذا البرنامج اشكرهم من جمهور ومن بني عم ومن اصدقاء بيض الله وجيههم هذا شكر عام اما اشكر شكر خاص لنايف ابن محمد الخنفري مقاطي ولد عمي الله يبيض وجهه على موقفه الطيب ونايف راعي الاولى والله واقف معي مواقف لا يعلمها الا الله وعندي ابيات ودي اسمعكم اياها تسمحون اقول يا هجوسي كل قاف قد وزنته يا هجوسي كل قاف قد وزنته والفرايد وسط راسي كل ليله والبحر غصته ولولوه ضمنته وان بغيت اسري ما دورني دليل قد سهجت الخط وش ماغي حذفته متجه للي فعايلهم هيل لا تخنف رجلهم لا من زبنته يردع على خصام ويزبن دخيله يوم جب الملح كم عايل دفنته هدها هل يعتلوا ظهر الكحيله ونايف اللي يرتكي لا من زهمته نايف محمد معدل كل ميله من بني عمي حزام قد حزمته والذليل يموت ما نال الطويله من بني عمي حزام قد حزمته والذليل يموت ما نال الطويله ذخر عودن والله اني ما جهلته خلف عيالا تسوى المستحيله للجنان الخلد يا عودن عرفته في جنان وسط هنا جنزبيله سلامتك طيب شباب صلوا على النبي الربع الله يبيض وجيهكم انا الامانه يعني رجل راعي قهوه واحب القهوه لكن احب القهوه المختلفه في واحد من طلعت اعماركم سوى قهوه مقطره مختلفه بس اللي ما سمعت صوتها اليوم سعيد يا مرحبا كيف الحال خلي سعيد احنا بنقوم عليهم حق ذا الحين احنا من يوم ده جلسنا ما تقهوينا لا يسوي نفس قهوته المقطره ما ابغاها اي كنت حمسه يسويها لنا سعيد مقفل مايكك يعني على زود على القهوه مقفل مايكك طيب يا الربع اسلم كفو كفو ما عليك زود حق انا ماني ماخذ مجاطه عيال اسلم قلت موقف عندي اسلم امس الحمد لله دخلنا الرجال الله ان شاء الله ما يخيب وراد الله دخلنا الحمد لله هذا فضل الله عز وجل انا يوم دخلت سويت غلط اني ما قلت لامي وقتها اني انا بدخل لاني خفت انا تابع لا عزعوا فيها يوم دخلت طلعت اليوم الثاني الا ودق عليها دقت عليها يفهم ليش اني طلعت جات الساعه 12 قبل ادخل ترسل لي وين وانت ما قلت لها ولا قدرت ارد عليها لانها طفينا الجوالات على طول جو قلت على طول كتبت ابشر انقبلت وبرد لا انت ابو في القناه سويت لي بيتين هي اتوقع انها نايمه لكن قد ان شاء الله بتسمح ان شاء الله بيتين هذه ترى ارتجلتها الان يا سلام قلت هذا انا في شاشه الواقع الحين ايه تفاخريبي انا هذا انا في شاشه الواقع الحين سلام تفاخريبي وبشريبي وسمي كفو ما عليكم زود هذا انا في شاشه الواقع الحين تفاخريبي وبشريبي وسمي هذا انا وانت ترى في نظر عين من هو يشوفك في عيونه يا امي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام طيب الله وجهك الله يجعلك ان شاء الله قره عينه ترى تأسرني دائما المواقف معلومه طيب يا ربع في موضوع انا في خاطري اسمع الصدق الامانه وابغى اسمع من الشخص نفسه سامي عضيله امس دعوه غيرت الموضوع كامل وسبب دخوله اليوم وسبب جلوسه جنبي بعد الله عز وجل سامي عطنا الموقف من زاويتك مرحبا مرحبا والله ومسهلا تبقى الشيء الثاني موقف اني دخول للامانه انا اصلا بعد وفاه الشخص وفي الشهر الله يجعلك الجنة مايك طافي يا عيال المشعاب ها المايكات يا عيال المايكات 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 شغال يا الان شغال يا عيال شغال بطاريه يا بطاريه اخر فقره ختم له طيب يا الربع صلوا على النبي يقول لا اله الا الله كلنا الان احنا في بدايه برنامج وكل بدايه برنامج دائما يكون هناك اشخاص هم اصحاب الرايه هم اصحاب الهمه هم اصحاب الوقفه عندنا واياكم جمعيه عروة اتت بوقف استثماري الوقف هذا مبنى هذا تخيل انه يكون لك مدى حياتك الحقيقيه وحياه البرزخ وحياه الاخره الا وهي وقف جاري لك أنا لما أتكلم أقول هذا الوقف يهتم بيتيم يهتم بفقير يهتم بمسكين يهتم بأرملة أناس
الرسول صلى الله عليه وسلم والشرع أوصى بهم. فاليوم إحنا وإياكم أتينا بوفاء جدا عظيم بسهم لأخونا وافي صلى الله عز وجل يجمعنا وإياه في جنة النعيم، وكذلك مسجد لأخونا وافي الشهراني رحمه الله. عندنا في الجمعية عشان تفهم الوقف وتفهم السالفة وقف استثماري. الآن هذا الوقف إحنا نجمع فلوسه عشان يكون لنا مدى الحياة. إذا أكتمل الوقف راح يكون ريع للأيتام والفقراء. لما نقول وقف لليتيم، وقف للمحتاج، نفتح باب عظيم ألا وهو باب اليتيم. والرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال أنا وكافل اليتيم كاتب الجنة، وفضل عظيم وفضل كفالة اليتيم ومن هذا الباب. شيء الثاني الأرملة اللي يعني اللي تدخل تحت المسكين والمحتاج، والرسول صلى الله عليه وسلم عليه يقول إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. اليوم وإياكم نبدأ هذه الحملة يدا بيد لإقفال هذا الوقف بكم يا شباب وبجمهور العزيز بإذن المولى عز وجل. اليوم بنبدأ الوقف، بنبدأ في أول خطوات النجاح بإذن الله في هذا في هذا المشروع. أنا ودي قبل نبدأ أخذ انطباع أخوي رعد وأخذ منكم عبارات بيض الله وجهك، نأخذ منكم عبارات لإقفال إن شاء الله هذا الوقف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا نسجد شكر لإكتمال هذا الوقف. قولوا يا رب يا رب أننا نفرح جميع بإكتمال هذا الوقف. أخوي رعد شو حاب تقول؟ طيب صل على النبي. أول شيء الله يغفر ويرحم وافي. اللهم وكأن لسال حاله يقول ربي قد جئتك مقبلا لا مدبرا أرجو رضاك كما رجوت المغفرة. فأسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ويجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة. الآن هو ما يحتاج كثرة كلام، يحتاج دعاء ويحتاج صدقة. ولو خيرت الرجل الذي في قبره أن يعود، يعود لأجل شيء واحد، أن يتصدق. لاحظ شيء واحد فقط، أن يتصدق. عيال تأملوها، أن يتصدق. والدليل يا أبو حسن، يا أبو حسن الدليل حد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لو أمرت ذكرني به ربي لو أخرتني، الدليل من الله عز وجل ربي لو أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين. من الصالحين. فالصدقة أمرها عظيم وجلل في الدين، وهذا من الأشياء اللي حرص الدين علينا أن حنا نأمر بصدقة، لأن المحتاجين كثر. فلا بد أن يرحم قوينا ماذا؟ ضعيفا، وغنينا فقيرا. أبي قبل أبدأ وتبدون أنتم وتتكلمون في هذا الموضوع، الآن قدامنا 3 شهور ولا لا يا شباب؟ الله الله. الثلاث شهور هذه لابد أن يكون همنا هذا الوقف. يا سلام. نمسي نصبح مع هالوقف، نأكل نشرب مع هالوقف، نضحك نبكي مع هالوقف. وضحت يا الربع؟ لابد أن يكون، بس خليني أكمل لها عدبتكم. لابد أن يكون هالوقف لحيز معنا في كل كلمة نقولها، في كل ضحكة نضحكها، في كل موقف أثر فينا. لابد أن نذكر معنا أيضا سهم وافي. صحيح. اللهم آمين. فالموضوع ترى يعني المشاعر أدري أن عندكم متلخبطة. نعم. أدري وأيقن إيقان تام أن بعضكم إلى الآن متأثر من موقف وافي. حلو. لكن إن شاء الله بإذن الله اللي أخوان في هذا البرنامج يشيلون هذا السهم على عاتقهم اللي هو سهم وافي، حتى نصل وإياكم إلى إقفال هذا الوقف باسم وافي. يا سلام، بيض الله وجهك. نبي هذا الهم وهذا الحمل يا الربع نكون كلنا قده، وأنتم إن شاء الله قده، إلى أن ينتهي البرنامج وحنا في عاتقنا وعلى أكتفنا حمل هم هذا الوقف اللي هو سهم وافي. بيض الله وجهك أبو حسون. والله والله لا يحرمك الأجر. اللهم جزاك الله خير. طيب شباب، بأخذ مشاركاتكم جميعا، الله يبيض وجهكم على حماسكم. بس أنا أبي أوصي وأحرص وأنتم أهل لهذا الأمر، ألا وهو أنك تستشعر هذه العظمة والتوفيق من الله عز وجل أنه وفقك في منبر يظهرك للناس لإيصال رسالة من الله عز وجل. والدليل على ذلك الله عز وجل يوصي بالصدقة، والرسول صلى الله عليه وسلم ينقع الله عز وجل في بالحديث والسنة أن الصدقة واجب. والدليل قول الله عز وجل في كتابه يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويضعف الصدقات، وابواب يعني والايات كثيره والاحاديث كثيره. بس انا بقولكم اليوم، اليوم الاول واليوم يومكم، نبغى نسعى كلنا عشان نسعد اليتيم، ونبغى نسعى كلنا عشان نسعد وافي الى حق علينا. واسال الله عز وجل ان يجمعنا واياه في جنات النعيم. ابعطيكم مثال، هذا المثال باذن الله انه يسعدنا كلنا، ان الله عز وجل ان شاء الله وفق واكتمل هذا الوقف باسم وافي، هنالك سهم واحنا سبب في اكتمال هذا الوقت. فاذا باذن الله نجتمع جميعا في الجنه مع وافي. ليش؟ لان دائما الصدقه، يعني الله عز وجل يقول الصدقه، استشعروا هذا الشيء،
ربك خالقك رازقك معطيك في سماء الدنيا الآن. ويقول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: الصدقة تطفئ غضب الرب. إذا كان الله عز وجل غضبان عليك بهذه الصدقة، الله عز وجل يرضى عنك، الله عز وجل يبدل سيئاتك حسنات. فأنا أقول لكم عندنا وقف جاري، نبغى همتكم جميعا، اليوم هو اليوم، واليوم يومكم يا شباب يا مشاهدين جمهور قناة الواقع. نبغى نسعى ونجتهد جميعا باكتمال هذا الوقف، والله عز وجل أو النبي الله عز وجل يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يقول الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وش نظن بالله، نظن بالله خير ونظن بالله اكتمال الوقف، فما على الله شيء صعب. نأخذ بكم كلام ونحث الجمهور ونسعد أنفسنا، يا هنينا والله اللي وفقنا هذه الأوقاف، ما على الله شيء صعب، ونتوكل على الله. ناخذ بكم مشاركات، والله يوفقنا وياكم. نبدا من اليمين يا شباب، ولاكم الولات يا الربع، الله يعطيكم العافيه جميعا. الشيء الثاني يقول الدال على الخير كفاعله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلته على النبي. الشيء الثاني، فانا كنت معجب في قناه الواقع، صرت محب، اول شيء تحث على الخير. الشيء الثاني، فوقفوا مع وافي وقفه الله يبيض وجيههم عليها، لا من مسجد ولا من الوقف ذا ولا من أمور واجدة، الله يبيض وجيهكم. الحاجة الثانية، بإذن الله مع متابعين اللي من خلف الشاشات ووقفتهم، أنهم بيقفلون في أقرب فرصة اللي هو الوقف حق وافي، ويكتبون يجي لهم الأجر مثل ما يجي الوافي بإذن الله، وكلنا مشتركين في الأجر. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. سعيد البيك. يا مرحبا ومسهلا، وش تقول في الوقف؟ البيك. وش تقول في الوقف؟ وما اقول فيه الا كل علم طيب، يا سلام، وان شاء الله انه يكتمل قريب ان شاء الله. وش بخاطرك الوافي؟ والله خاطري علوم واجد، الله يغفر له ويرحمه. تدعي له دايم؟ ما كل ما شفنا ندعي له، الله يغفر له ويرحمه. الله يجمعنا ويا في جنة النعيم. مبارك. الله يغفر له ويرحمه. يا مرحبا. دفترك فيه حديث ولا بس قصايد ونشيد؟ لا لا ما اعتقد. اول شيء يا طويل العمر اسال الله العظيم رب العرش العظيم انه يجعلني انا واخوياي في لنا سلام. يعني سبب في هذا الوقف، وانه يكتمل باذن الله على يدينا يا رب. وثانيا يا طويل العمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يقول: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. يا سلام. فنسال الله العظيم انه يقدرنا على نشر الخير، ويقول لك اللي ما يقدر يسوي شيء ينشره. يا سلام. وسلام. الله يبيض وجهك. يا وجهك ابيض. سامي يا مرحبا. الله يبقيك سلام. أقول وش تقول في هذا الوقف اللي بيكون إن شاء الله سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب تكفير ذنوبنا، وسبب من أسباب أن الله عز وجل يوفقنا، وأسباب صدقة خير، وش تقول في هذا الوقف؟ واليوم أنتم أول يوم في هذا البرنامج، وش تقول؟ أول شيء أشكر إدارة قناة الواقع صراحة على تسمية المسجد باسم وافي بن عبد العزيز رحمة الله عليه. أجل. الشيء الثاني، بإذن الله ما ينتهي البرنامج الا ان شاء الله الوقف كذا يسمع باذن الله. وحنا دمنا يعني نشوف اللوحه بحداثه كل يوم ان نترحم عليه، اقول الله يبيض وجهكم. هذا الفعل انتم سويتوه يا عم الله. الله يسعدك. طيب بسم الله. اول شيء اعظم وفاء وفاء الاحياء للاموات. المبادره اللي بدرت من قناه الواقع تذكر فتشكر. صحيح. وافي الحين ما يبي منا الا الدعاء والصدقه والوفاء معه. وافي لا شك أنها ترفينا جميعا، عسى الله يتجاوز عنه ويعوضه عن شبابه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده. كذلك قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. سلام. شق التمرة هذا اللي أنت تشوف أنه شوي يمكن يعتك من النار. عندي رسالة بثها عبر الإعلام، رسالة لأهل اليدين الكريمة. عندي رسالة بثها عبر الإعلام، رسالة لأهل اليدين الكريمة تغانموا فعل الجمايل بليتام وتصدقوا يا أهل اليدين الكريمة، وتلقى العوض في جنة الخلد قدام بالجنة اللي ما تعوض قيمة. وسلامتكم. صح ودنك. أنا طال عمرك أول شيء اللهم امين مسلمي وطراها طعامك صدقه ومصدقه صدقته. انا زيد شفت انا لها فضل والله ثم والله انها في ثلاثة ايام حصل لي الموقف ذا، ورت طعامك ظاهر من البيت ويوم زدني بزمن مع ذاك الخط لعمرك حول لي مع ذاك الخط لو والله عندك العجوز على عربيتها ذا اللي تمشي ذي حب العصر في الشمس انه فقير واوقف كنت بعطيها ما يوم وقفت انا طال عمرك واعطي هذا كلمه قالت
يا ولدي انا محتاج 300 وانا ساحب لي 700 ريال في مخبار اي والله اقوم يطلع مروه اعطيها 300 وامشي واهملها والله اني اسمع انها تدعي لي اللي ركبت موتري ورحت انا عندي تجاره شغلت لي ابيع في البلوشري يا سلام واروح طال عمرك واتعشى لي عند لك الربع واسمر عندهم ويوم طال عمرك صليت الفجر واجيك مر من السوق في فهالي يوم جيت طال عمرك لا والله عندك الشبك اللي فيه هبل ظاهره الهمنمقيه مسموله يا سلام وما حق عود مفروض فردي لو يدخل على مزاين انا لطم له شوط يا سلام كم جيت انا طال عمرك قلت كم عليه يا راعي قال عليه 8005 8005 قلت ثبت النبوه على البعير الفلاني تراني بحلل قال ثبت اذا حصل في شيء المر رد علي وافرق فيه واعطيه 10 ويحده لي ب 11 واشتريه والله انسان يعطيني عطا واشله طال عمرك واصوره وارسله لواحد من العيال قلت شوف الزبون قال ابدا ابشر انا كان جاب 20 25 ببيع وحطه بخواي بمشي نعمه والله العظيم اني بايعه ب 100000 والله اني بايعه ب 100000 ادور ذا العجوز ما عاد عينتها وطرها صدقه ترى صدقت والله العظيم تشوف نفعها والله ها بعطيها 10 ما عاد صنائع المعروف نعم تقيم مصارع السوء والعكس كذلك ايش صحيح صحيح ترى الصدقه الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات ترى صحيح. انت حينما تنقص مالك وتحطه في صدقه ترى انت في النهايه انت قاعد تستثمره ترى انت قاعد تزيده انت قاعد تقول بارك الله فيه وانا قد قلت لكم ذاك اليوم احنا جالسين في مجلس النشام السابق قلت لكم في رجال راتبه 20000 واخوه راتبه 6000 ابو 20000 يتسلف من ابو 6000 لكن ابو 6000 راتبه مبروك وابو 20000 ما طرح الله ايش فيه البركه فالاصل في البركه ترى ريال واحد هي بركه ترى خير من 100 ريال وضحت الفكره كمل عندك اسلم اولا الصنابحي كان جاي من اليمن ويوم جاء في يوم بع قالوا وين انت رايح الصنابحي قال انا رايح قابل محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا الصنابحي الرسول صلى الله عليه وسلم توفى من 7 ايام فما تحسره يقول دائما يردد في الاسواق بيني وبين يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم اللي اللي الان يتكلم عندك مشكله في المايك ايه مايك غير مايك طيب تكلم بالمايك اللي جنبك عشان بس ما نقطع والدك الصنابحي كان طالع من كبير او اسلم الصنابحي كان طالع من اليمن رايح للمدينه عشان يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم يوم جاء يوم بع ويقابلونه ناس قال انت وين انت رايح قال انا رايح لمقابله محمد ابغى اشوف محمد ابغى اصير صحابي قالوا للاسف احنا قبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من 7 ليال كان يردد في الأسواق أني أتمنى أني أشوف محمد أو أني أكون صحابي له في الصدقة من كفى اليتيم كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة وهذا شيء يعطيك أمل الآن لما تدخل وتتصدق أنك مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وسلامتكم الله يطول طبعا احنا بنستأذنكم يا الربع بناخذ الرجال ذا وعقب نطلع الجهة الثانية بس عشان نوازن هذا شيء وشي اكثر واحد اكثر واحد شارك اظن لا بشارك في الصدق لكن خلي خلص اسمع بعد الرجال بس اسلم ابو سعيد الله يطول عمره روح ضبط اتجاوز اتجاوز اسلم من قال ايش انت من الكويت هلا هلا مرحبا والله ومسهلا تبقى وتحيا مرحبا تفضل وافي الله يرحمه ويغفر له للامانه انا ما صادفته ولا جلست وياه لكن سمعته وروح العطره كني اعرفه لي 10 سنوات شفت الشباب وشفت شلون يتكلمون عنه وشفت وسائل التواصل الاجتماعي قلت والله كلمه يا رب يجمعني وياه في الجنه اللهم وياكم والله اني ما اعرفه ولا صادفته ولا ما بيني وبينه ولا شيء قلت يا رب انك تجمعني وياه في الجنه انا والحاضرين كلهم الصدقه عظيمه جدا طبعا الشباب ما خلوا لي شيء تبارك الله قالوا كل شيء احاديث بس الصدقه والله العظيم انها عظيمه وراح تلقى والله ثمرتها مثل البذره تخليها وتركها شوفها شوفها شلون تنبت ترى انا اهل الكويت احب لهجتكم اذا واحد تكلم ترى فحي احنا نموت عليك بعد وقف خلي بعد الوقف بعد الوقف سير خير اسلم اسلم اول شيء الله يرحم وافي ويجمعنا بالله سر المتقابلين قولوا امين
انا لو بتكلم في الصدقه بتكلم لين يصبح الصبح، لكن بختصر لكم الكلام. الصدقه علميه ما شاء الله. نبه اقول عندك حصيله علميه ما شاء الله. اهم شيء قلت ما شاء الله. الصدقه اللي عنده مريض، الصدقه يعني داووا مرضاكم بالصدقه. انا اشوف انها اللي عنده مريض ولا عنده شيء يتصدق، فالصدقه على ما قال ان شاء الله انها تطفي غضب الرب. وانا اعلم مشاركتي في وقف اليتيم بسهم، والله انها مبادره ما ودي اعلم بها، لا اي والله، لكن هذا تشجيعا للي ورا الشاشات انهم يبادرون. الله بادروا قبل الله يبيض وجهك. لكن عندي طلب بعد يا ابو سعيد. نبيه جوالي واسهم والله هذه ما عليه، ما به هنا ما عليه بعد، بس على لا بعد البث ما في مشكله. للاسف هذا زمن كيف بسهم؟ زمن اول يا جميل. ليش زمن اول يا جميل. الان لا تخليني اسوي مثل بعض الناس اقول عطني جوالك اسهم من جوالك. طيب الان دي احس الان موضوع الجوالات اضطريناه خلاص يا شباب، خلاص بنساهم ولا زمان النوم والله خلاص ما عاد في جوالات. عن طريق تطبيقي اخش لا ما عليك ما بضايع. اول شيء بيض الله وجهك، بيض الله وجهك على فعله. تسلم تسلم. سجل من الجوالات تذكرتها منك الحين. لا لا بتسج منه واجد ان شاء الله. والله بتسج ولا لا والله بتشتاق له واجد. طيب طيب مالك ما نبي جوالي لحظه ولا لا ضيعته. طيب بيض الله وجهك يا مقاطي. الله عز وجل يقول في كتابه ان تبدوا صدقات فنعم ما هي، هذا من باب من الحث على الصدقه. وبيض الله وجهك هذا شيء يعني يحسب لك والله يجعلك ميزان حسناتك. اللهم الان لما نتكلم وانا يا سالم اتصدق، وانا يا مقاطي اتصدق، وانا يا راعد، وانا يا سامي، وانا يا محمد، كلنا نحث الناس، ليست رياء انما هي حث. والله يعلم على هذا الامر، فالله يجزاك خير ببيض وجهك ويجعله في ميزان حسناتك، وباذن الله ما تنام عينه ان نقفل هذا الوقت. سامي فارس ودي اسمع صوتك، انا باليوم ما سمعته. سامي والله كان ودي اني اجي واسلم عليك تتكلمون، فوالله اني ما ودي اقاطعكم ولا اخرب على المشاهدين، فجلست بصمت. اي والله الله يسعدك، احبك الله الذي احببتنا فيه. الله يسعدك الله يسعدك. اخرج عن صمتك. ابشر والله ابشر. في موضوع الايه اللي انت ذكرتها، ربي لو اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكون من الصالحين، هذه بعض العلماء قال ليش انه كان يبغى يتصدق؟ من شاف فضل الصدقه وشاف منزله المتصدقين، فتمنى انه يرجع الى الدنيا بس عشان يتصدق ويكون مع المتصدقين. وايات كثيره تدل على الصدقه، ومنها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، بأموالكم قبل أنفسكم. إي والله، وهذه هي التجارة الحقيقية مع الله. والله أنك لتنعم في الدنيا ولتنعم في الآخرة ولتنعم في قبرك، يعني في ثلاث المراحل هذه حتنعم. ويعلم الله أن وافي يستاهل أكثر من هذه الصدقات ويستاهل من الدعاء حتى أن يتوفانا الله. وابن آدم يحشر مع من أحب، وبإذن الله أن نحشر مع الصحابة ومع وافي ونتقابل في صور متقابلين بإذن الواحد الأحد. وجهك أبيض. طيب بما أنكم طريتوا وافي، أنا أقول هل ولد بينه وبين الله عز وجل خلية؟ والله يا رب عني قبل خمس أيام أعتمر، وكل ما أذكر أمي بدعي لها يطلع لي وافي. الشوط الثاني أتذكر أبوي وادعي له يطلع لي وافي. الشوط اللي بعده أدعي كذا يطلع لي وافي. سبحان من جعلني أتفكر فيه وأنا في الطواف، أروح المسعى يا ريجي يطلع في وجهي وافي، أجي أبغى أخلص إحلال الإحرام يطلع لي وافي، أذن الفجر أبدعي العمري يطلع لي وافي في الدعاء. سبحان من جعل وافي يطلع لي في عمرتي كلها من طقطق للسلام عليكم. والله العلي العظيم يا الربع ما بيني وبينه أي ارتباط، وما بيني وبينه أي موقف، ولا بيني وبينه أي كلام، لكن سبحان من جعل ربي له هالختامية اللي ترى لو سبق موته بأيام ما صار للشيء هذا اللي صار، لكن سبحان من اختار له هالخاتمة اللي أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وإياكم. طيب الله يبيض وجهك. ودي أقرأ عليكم بعض التبرعات. يا سلام. في ناس سمعوا كلامكم وتحمسوا ودع الوافي، فودي انا وياكم اني اقرا عليكم بعض التبرعات لاناس اختصهم الله عز وجل، بس في وقت مو باي وقت، في وقت نزول الله عز وجل. ويقول ثلاثه: هل من داع فاستجب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه. فالله عز وجل في كل يوم ينزل سماء الدنيا ويقول هذه الثلاث، فمن الموفق ليوفق الله عز وجل لهذه الثلاث. ابقرا عليكم
بعض التبرعات عندي التبرع الأول. طيب عندي التبرع الأول مسفر الدوسري يتبرع ب 150 ريال سهم موافي، أسأل الله عز وجل يبيض وجهه. كذلك عندنا فاطمة الدوسري تتبرع ب 150 ريال سهم موافي. كذلك عندنا تبرع حليمة القرني لوالديها رحمهم الله 150 سهم موافي. فاعل خير يتبرع ب 350، فاعل الخير يتبرع ب 150، فاعل خير يتبرع ب 150، فاعل خير يتبرع كذلك ب 300 ريال. وعندنا نوره بدل الحربي يتبرع ب 150، وعندنا فاطمه الدوسري يتبرع ب 150. كل هؤلاء الناس تبرعوا بسهم وافي، فيا هنيه على الذكر الطيب وعلى الاجر. والله يجمعنا ان شاء الله واياه في جنات النعيم، والله يكتب اجر من كل من تبرع. وانا اقول لك يا حظك انت تبرعت، والله ان شاء الله حبك، واذا كان غضبان رحمك. وكذلك شملتك دعوه الملك لله عز وجل كل يوم ملكان ياتي الاول اللهم اعطي، ياتي الاول يقول اللهم اعطي كل ممسك تلفا، وياتي الاخر فيقول اللهم اعطي كل ممسك، اللهم اعطي كل منفق خلفا. في خلف الله عز وجل عليك ويحفظك الله عز وجل. دائما نتعرض للخطوط، نتعرض للمواقف، نتعرض للمخاطر، فالصدقه تقيك هذه المصارع وتقيك يعني هذه المشاكل. انا ودي اختم لكن بروح عند العامري. فأنا قلتها والله في الوقف الأول وأقولها الآن برضو، هو الوقف بيكتمل بيكتمل تمام بنا وبغير نعم. فالحضيض اللي والله يستغل الفرصة هذه بما أن طرينا الوافي أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، أنا والله ما حصل أني قابلته، ولكن أشهد الله عني كنت أتمنى أقابل هذا الآدمي بما سمعنا عنه كذا، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعل ما قدمتوه أنتم في ميزان حسناتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل في ظل صدقته، الرجل في ظل صدقته. فإن شاء الله بإذن الله أن يكتمل الوقف هذا على أيدينا، وإن إن شاء الله نجتمع وإياكم في الجنة مع وافي بإذن الله تعالى. يا رب جزاك الله خير. أنا استحيتني أردك. الله يجعلك وافي، الله يرحمه وإن شاء الله الله أول شيء مسك ترند ونزله ناس ما يعرفونه ويدعون له بالرحمة. والشيء الثاني يقولك تصدقوا مما تحبون، واللي حن نحبه كل الناس يحبون المال ايوه نعم، المال والبنون زينة حياة الدنيا حتى في القرآن نعم. فتصدق من مالك، وبعض الناس سبحان الله العظيم عنده مثلا قول 100 مليون يتصدق ب 100 ريال، لا يا اخوي تصدق مما تحب يعوضك الله خير. هذا والسلام عليكم. الله يفيدك يا رب. انتم ايضا تفكروا بيجيك اليوم اللي بيقبض الله عز وجل روحك، انا انت غيرك، تجهز لهذا اليوم يا سلام، واجعل لك مثل ما جعل الله عز وجل وافي حب الناس والاقبال عليه والتبرع باسمه. ابى اختم بعد اذنك ابو سعيد موقف للنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر. اسمع الموقف يا رب. كان بسلم يجمع الصدقات في المدينه، فقال عمر والله لاسبقن ابا بكر اليوم، دائما ابو بكر سابقني بالعلم الطيب، اليوم والله لا اسبق ابو بكر. فراح ودخل على بيته وقال اجمعوا لي نصف مالي مدهله، فخذ نصف ما يملك وجاء عند النبي وحطه عند النبي. فقال ما هذا يا عمر؟ قال هذا نصف مالي يا رسول الله. قال ماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم النصف الاخر. شوي سجل دخول ابو بكر، دخل ابو بكر حط اللي عنده، قال ما هذا يا ابو بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مد ابو بكر، ما هذا يا ابو بكر؟ قال هذا مالي كله، لاحظ هذا مالي كله. قال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. أختم بها الموقف اللي يحث على ماذا؟ على الصدقة. تشجعوني كل مالي أختم بالمواقف هذه مرة. الله يبين. كفرت مجلس. ها؟ كفرت مجلس. طيب نبي نذكر كفارة المجلس يا الربع. في أحد يذكرنا بكفارة المجلس؟ أستغفرك. ودعناكم الله. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على متابعتكم، نتمنى أن ارتقينا إلى ذائقتكم. يضل الله يجيكم شباب على راحتكم، كملوا راحتكم يا الربع وكملوا. كملوا الله يرضى عليكم يا الربع. أخر ولا عدل نعوضك يا سامي يوم ثاني إن شاء الله. أخلعت وقل لا منقص. نجوم فوق السحاب نجوم السوق الربع يجمعنا مسابقات وكلام زين وبيت شعر مع الغالي وافين يا اصحابنا وافين والسوق الربع يجمعنا.